وللوقوف على حقيقة هذا المقطع معنا عبر الهاتف الأستاذ بندر الفالح المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. أهلا أستاذ بندر. حياك الله، يا أهلا وسهلا، أرحب فيك وأرحب في الأخوة والأخوات المشاهدين. أهلا بك وشكرا لوجودك معنا في برنامج تزود بالجديد. بداية نود التعرف على حقيقة هذا المقطع. طبعا احنا رصدنا انتشار هالمقطع، ولعلي اصحح معلومه، هو ما ثبت ان المقطع حصل داخل منطقه محميه حتى الان، وان كان المركز اللي يشار له ما يعد كمنطقه محميه حاليه. المرصد الان المقطع الان تحت التنسيق مع الجهات ذات العلاقه للوصول الى مصدر المقطع والتاكد من صحته باذن الله. جيد أستاذ بندر، وأنتم في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مثل هذه الأفعال في العادة ما هي عقوباتها؟ طبعا خليني أتكلم هنا عن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية. اللائحة فيها مواد كثيرة وتنظم عملية صيد الكائنات. اللائحة تعطي صلاحية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتحديد مواسم الصيد، وهو ما تم الإعلان عنه مؤخرا، وأعلن المركز عن إيقاف كل أنشطة الصيد خلال الموسم الحالي، بمعنى أنه أي عملية صيد تتم تعتبر غير نظامية. الآن في ممارسات الصيد التي تتم بدون ترخيص هي في الغالب تكون مرتبطة بمخالفات أخرى، يعني صيد كائنات بدون ترخيص هذه عليها مخالفة، صيد بوسائل صيد غير مناسبة وغير مرخصة هذه عليها مخالفة، صيد في أماكن لا يسمح الصيد فيها هذه عليها مخالفة، صيد أنواع ممنوع صيدها هذه أيضا عليها مخالفة، فهي مجموعة مخالفات توقع على المخالف وتصل غرامتها إلى مبلغ كبير جدا. الآن أيضا من ضمن اللائحة هناك أنواع يمنع صيدها على مدار العام، سواء سمح الصيد بمواسم وأعداد وكميات أو لا. هذه الكائنات يمنع صيدها على مدار العام، واللي من ضمنها الوعول اللي موجوده في المنطقه. جيد، طيب استاذ بندر، في حال شاهد احد المواطنين اي من عمليات هذا الصيد الجائر فاراد الابلاغ للمركز الوطني لحمايه الحياه الفطريه، كيف يمكن ذلك؟ بامكان التواصل مع المركز من خلال قنوات التواصل الاجتماعيه، من خلال التواصل مثلا على سبيل المثال من حساب تويتر الخاص بالمركز وتقديم بلاغ مباشرة، أو من خلال الإيميل، أو حتى نحب باتصال هاتفي على المركز لتقديم البلاغ. أستاذ بندر، جهود كبيرة تقومون بها في مركز التنمية الحياة الفطرية، لو سألناكم وقلنا ما هي الرسالة التي توجهونها للمجتمع للحد من هذه الأعمال؟ والله حقيقة الكائنات الفطرية هي جزء من النظام البيئي، واختلالها سيؤثر على المنظومة البيئية بشكل كامل وليس فقط على الحياة الفطرية، ونحن جزء من هذه المنظومة البيئية. فمتى ما أردنا أن نتخلص من العديد من المشاكل التي نعيش فيها أو أصبحت في حياتنا اليومية ونتخلص منها، تمنى أن نهتم بشكل كبير جدا بالمحافظة على الحياة الفطرية لضمان إن شاء الله استدامتها ولحفظ التوازن الطبيعي لها ولعدم الوقوع إن شاء الله في مشاكل مستقبلية متعلقة ب اختلال التوازن الطبيعي للكائنات الفطرية. بإذن الله أستاذ بندر، كل الشكر لك. هذه الممارسات وإن حدثت فهي تمثل الشعب السعودي بكل تأكيد. كل الشكر لك أستاذ بندر الفالح، كنت معنا عبر الهاتف. بالفعل عبد المجيد، وكل الشكر للأستاذ بندر الفالح على مداخلته وتوضيحه. المركز الوطني للحماية الحياة الفطرية دائما ما يكون متابعا لمثل هذه التصرفات.